لأسعد دروجبا. هنا الكورة شوف مش معقول مش معقول يطلع وعده، هدف كان وسط الدفاع وحده بين ثلاثة إيفواريين، شوف وحده بين ثلاثة إيفواريين، إذا ضاعت على الأول يضربها الثاني، إذا مشيت على الثاني ياخذها الثالث، هنا التوزيع الكروس ويطلع ديدييه، هدف عالمي من ولد دروجبا. وحده دروجبا مش معقول، 1-0 وين مشى الدفاع؟ طبعا اللاعب العربي يعني قلة تركيز ما يقدرش يلعب 45 دقيقة طيلة شوط أول رداءات فترة أولى يعني بنفس التركيز بنفس الانضباط التكتيكي، هنا غفلة وعلى من؟ على الذي لا يغفل عليه ديدييه دروجبا يمر من هنا ويسجل الأهداف الأفيال في مباراة صقور الجديانة وتماسيح النيل. ترجع الكرة مرة أخرى السودانية، المنتخب السوداني مشكل كبير في صناعة الهجمة وخاصة رأس الحربة، فماش أتاك المنتخب السوداني يلعب ما غير ما يتعب ما غير ما يعذب المنتخب الإيفواري، دفاعات الكوت ديفوار يعني مريحة تماما والضرب الكل على الدفاع السوداني، وقلت لك إذا تمشي حتى 89 دقيقة في 90 يقدر يسجل منتخب دروجبا. 40 دقيقة خسارة في وقت الحقيقة حساس وقاتل خاصة من الناحية المعنوية، يسجل منتخب الكوت ديفوار هدف أول في المباراة، نتمنى أن نرى أخيرا هدف سوداني في هذا العام 2012 للمنتخب.